اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اللي دخل يتفرج في الفيديو ماذا بينا يعمل لايك على الفيديو باش نقدموا له ديما جديد، واللي دخل جديد معانا ماذا بينا يعمل اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس. اذا ملفنا لليوم هو لمحمد علي العروي. اذا خطير جدا جدا، محمد علي العروي الناطق الرسمي السابق بوزارة الداخلية، الموقوف حاليا على ذمة قضية انستالينغ والمنشورة امام قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بمحكمة سوسة 2 الابتدائية، مورط في جرائم خطيرة جدا، منها ما يتعلق بتبييض الأموال وصفقات مشبوهة ورشاوي جعلت من شقيقه الكناطري مليارديرا في ظرف وجيز جدا. عمل محمد علي العروي ملحقا أمنيا بالخارج وربط هناك علاقة وطيدة بضابطين أمريكيين نجح في استقطابه بعد أن أعلماه بأن كمال الجيزاني يعمل لفائدة أمريكا وألمانيا منذ أن كان ملحقا أمنيا في ألمانيا. تم توظيف محمد علي العروي من طرف الضابطين الأمريكيين لاحقا من سرقة التقارير الأمنية من وزارة الداخلية وترجمتها إلى الإنجليزية وإرسالها للأمريكان مقابل رشوة شهرية قدرها 10,000 أورو. سالم بالحاج منصور ومحمد ناعم الحاج منصور وبعلم وبموافقة كمال الجيزاني كانا يقومان بسرقة التقارير الأمنية من وزارة الداخلية عبر أذرعه كمال الجيزاني الخونة فيها، ليتم بعد ذلك إرسالها إلى محمد علي العروي الذي يترجمها ويسلمها للأمريكان. إذن عصابة دب المنيهلة التي تمثل الذراع الإعلامي والجناح للاختراق والابتزاز في تونس تسعى جاهدة من خلال صناعة رأي عام بأن محمد علي العروي مظلوم من خلال تكليف محامين التابعين لهم جلال الهمامي الذي سنعود إليه لاحقا، فملفه موجود فوق مكتب المتواضع، ومن خلال الضغط على عصابة كمال الجيزاني وأنس الحامدي في القضاء على قاضي التحقيق عامر اللوز لإطلاق سراح محمد العروي الذي يهدد من داخل سجنه بتوريطهم معه إذ لم ينجحوا في إطلاق سراحه. وهذه رسالتنا لقاضي التحقيق عامر اللوز الذي يعرف جيدا ونعلم أنه قاضي وطني لا يباع ولا يشترى ولا يرضخ للأساليب الرخيصة التي يستخدمها محمد ناعم الحاج منصور للضغط عليه من خلال التشهير به ونشر صورة له مع أحد رجال الأعمال بسوسة. إذن وفي موضوع آخر، قال الأستاذ القانون صغير الزكراوي أن صمت السلطات يعزز براءة الموقوفين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة، مؤكدا أن ملفات التحقيق فارغة في ظل غياب البراهين. واعتبر الزكراوي في تصريح إذاعي أن ملفات القضية مفبركة وفارغة حسب محامي الدفاع، مضيفا أن السلطات تستسهل توجيه التهم دون استناد إلى حجج وقراء واضحة. وشدد أستاذ القانون العام على أنه من مبادئ المحاكمة العادلة التسريع في النظر في الملفات، داعيا النيابة العمومية إلى التوضيح بخصوص الملفات المذكورة وحقيقة تورط الموقوفين بالفعل في التآمر على أمن الدولة. وتحدث الزكراوي على الاستيلاء على صلاحيات القضاء ليقع تدجينه ويصبح غير مستقل. إذن أصدر أحد القضاة البارحة بطاقة إيداع بالسجن هي الثالثة بحق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة فيما يعرف بقضية الجهاز السري. وقال المستشار السياسي للغنوشي رياض شعيب أن قاضي التحقيق بمحكمة أريانة طلب الاستماع إلى رئيس الحركة في قضية الجهاز السري إلا أنه رفض المثول أمامه. إذن وفي نفس السياق، كشف فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية اليوم بخصوص مطلب الصلح الجزائي أن لجنة الصلح الجزائي اقترحت مبلغ يقدر ب 11 مليون دينار، وخلال استضافته في برنامج استوديو شمس وصف فيصل الجدلاوي هذا المبلغ بالمشط جدا، مؤكدا أن اللجنة ترفض التخفيض في قيمته. وتابع أن هيئة الدفاع عن شفيق الجراية في انتظار جلسة يوم 19 جوان
مشيرا إلى أنه بالإمكان التفاوض مجددا مع اللجنة لكن دون التقليص في المبلغ. وقال المتحدث أنه يجهل المقاييس المعتمدة في تحديد مبلغ الصلح الجزائي، وأوضح أن القيمة حددت بخمسة مليون دينار، لكن وباحتساب الفوائد تم الترفيع فيها إلى 11 مليون دينار. ولفت إلى أن محامي شفيق الجراية سيقترحون مبلغ وهو قدرها 4 مليون دينار في إطار الصلح الجزائي. واعتبر الجدلاوي عدد القضايا المنشورة ضد منوبه والبالغة 150 قضية سابقة. إذن وفي متابعة لقضية السحب عتيق، إذن علمت مصادرنا بأنه قد تم الاستماع إلى المعتمد السابق بالمنيهلة من قبل فرقة الشرطة العدلية بأريانا في قضية القيادي بحركة النهضة السحب عتيق، وقد تم الاحتفاظ به على ذمة القضية. ومع تقدم الأبحاث والتحقيقات أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانا بطاقة إيداع بالسجن في حق المعتمد السابق من أجل جملة من التهم على غرار الإدلاء بشهادة زور والتستر على الجرائم ومغالطة السلطات. وتلاحق المعتمد المسجون شكاية من قبل معطلا عن العمل تم حرمانه من إجراء مناظرة انتداب عمد، وقد تم الاستماع إليه آنذاك وقام بتقديم شكاية لوزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، وما زال لم يقع النظر في شكايته في انتظار توسع الأبحاث لإماطة اللثام عن شبكة الفساد الفاسدة التي تتحكم في مفاصل الإدارات. ومن المنتظر أن تتوسع الاستماعات في إطار الأبحاث والتحقيقات في قضية تبييض الأموال التي يتهم فيها السحب عتيق مع آخرين. وأشارت مصادرنا بأن التحقيقات في الأيام المقبلة ستطال شخصيات سياسية بارزة وعدد من رجال الأعمال والموظفين والمسؤولين. ومن المحتمل أن تتواصل الإيقافات في قضية السحب عتيق مع تقدم سير التحقيقات والإطاحة بكافة عناصر إمبراطورية أمير أريانا. إذن في موضوع آخر، صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام محمد الطيب الغزي رئيس مؤسسة فداء. وتضمن العدد أمرا رئاسيا آخر يقضي بتعيين أحمد جعفر مستشارا المصالح العمومية رئيسا للمؤسسة. إذن قررت أمس الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية اللوبينغ إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل، وذلك استجابة لطلب محامو الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة لجلب مستندات ووثائق في علاقة بملف القضية من مقر حركة النهضة. هذا ورفض الغنوشي الخروج من السجن للمثول أمام القضاء في حين أحيل صهره بحالة فرار. وللتذكير فقد قرر قاضي التحقيق فيما يعرف بقضية اللوبينغ إحالة حزب حركة النهضة في شخص ممثله القانوني والغنوشي وصهره رفيق عبد السلام على مجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويلات مباشرة مجهولة المصدر للأول بمشاركة الثاني له في ذلك، وذلك في قضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019 والمعروفة بقضية اللوبينغ. قد ختم البحث فيها بتاريخ الجمعة 11 مارس 2022. إذن كان كل هذا ما لدينا لليوم، شكرا على المتابعة والاهتمام، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.